دولار ودي خلصوهم بالفلوس الكثيره اللي ممكن نبنيو بها احنا مسرحنا وبلادنا، وجايبين لينا لوبيز. لوبيز عباد الله مدوز اخوات، عرفتي هذاك المشهد شحال خلق من المشكل مع الدوزم، كان واقيلا بحال رشيد ما يدوزوه، ما عرفوش كيفاش يدوزو، كانوا بحال رشيد جالسين ما عرفوش اش كيدوزو. وهي بنت الحرام استغلت الفرصة وبدات ما عندهاش الوجع علاش تكشف. والناس وخا الناس لخطوش وحدين كيتفرجوا، وجابوك حتى الوسط وقالوا لقد حان وقت صلاة العشاء. واحد ويضرب في مرقلة واش هذا وقت العشاء؟ فلسطين انتوما يا ولاد. وشي وحدين ماضوا اللي كيعجبنيهم هذوك اللي كيتسلاو بحال هادشي وكيبداو في الفيس كيهضروا، وقال احنا غنمشيو ندعيوها. ما عندهاش الحق تدوز سينا مغنية في ميريكان هكاك، انا شفتها في ميريكان كتغني كثر من هكاك، ما قال لها حتى واحد شي حاجة. دخلت البلاد دارت ما بغات، حتى واحد مقطع كيما داروا وحدين اخرين ما بغاو في بلادنا، ما كاين لا رقابة لا والو، اللي بغى يدير شي حاجة كيديرها. داخلة كتشطح ما دارتش لها نسيق فطام وشحيت. وثانيا انا جو مال جينيفر لوبيز لابسة مدمر قفطان وكدير ديك الشطحة ديالها، كي غادير؟ خصهم في الشطحات يقولوا حتى لهنا. واحد غندعيوها، رفعوا دعوة، تصور دابا غيرفعوا دعوة، والعون القضائي غادي يمشي يدي الدعوة للمحكمة تال نيويورك، تيقلب على جينيفر لوبيز. الله يخليكم كيف كتسكن جينيفر لوبيز، وهي مخلوعة ناري 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 ناري، ناري تعاوني غادي نمشي للمحكمة، وغتاخذها ويقول لها جبت مزية بالحجاب، ما هذه جاية بحالها. شوف شو الحماق كيدير.